مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو إكسوف؟ ما هي ميزات إكسوف؟ ما هو إكسوف؟ يقوم إكسوف بالبحث وبناء بنك عالمي لا مركزي باستخدام تقنية بلوكشين. ما هي ميزات إكسوف؟ سيقدم نظام إكسوف نت البيئي عملة رقمية تم بحثها أكاديمياً، وسيصبح المعيار الفعلي لاستقرار العملة الرقمية. سيوفر إكسوف للعملاء تسهيلات الحساب المصرفي الخاص والقروض والمدخرات. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.